السلام عليكم اخوتي واخواتي، مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات الشيف نوردين كوكينج. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال التشيز كيك بالنكهه ديال الشوكولاته. كيجي واحد التشيز كيك هائل هائل هائل، ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للتشيز كيك هذا غنحتاجوا على البراكتين اللي هنا عندي، البسكوي. بالنسبه للبسكويت تستعملوا اي بسكوي عندكم، اي بسكوي تجيبوه وتهرمشوه، يعني تهرسوه في الطحانه او غير بيديكم حتى يولي بهذا الشكل هذا. ولكن من الاحسن تستعملوا الماكينه باش يجيكم، يعني تجيكم طبقة متماسكة. عندي هنا جبلي. بالنسبة للجبن كريمي تستعملوا أي جبن كريمي عندكم، أنا هنا استعملت جبلي. يمكن لكم تستعملوا فيلادلفيا، حتى هي راه كتجي زوينة. عندي هنا الزبدة باش غادي نجمع البسكوي. عندي الفانيليا، عندي كاس ديال لا كريم شونتيي ونص، كاس ونص ديال لا كريم شونتيي. وعندي هنا الشكلاط. بالنسبة للشكلاط أنا استعملت شكلاط نوار كحل، يعني 55% ديال الكاكاو. وعندي هنا شوكولاتة بالحليب اللي هو هذا، استعملت منه واحد شوية. المهم تستعملوا اي شوكولاتة عندكم، يعني ماشي ضروري يكون بالحليب او لا عادي، يعني تستعملوا اي شوكولاتة عندكم ماشي مشكل. المهم غير يكون شي شوكولاتة تكون الجودة ديالته عالية باش يجيكم التشيز كيك ديالكم لذيذ. انا هنا خلطت درت الحليب وديال الشوكولاتة. يمكن لكم تستعملوا غير الكحل او لا تستعملوا الحليب والشوكولاتة، يعني ما كاين حتى مشكل. دابا على بركة الله غادي نبداو الطريقة ديال التحضير. أول حاجة غادي نديرها غادي نرد الشوكولاتة ديالي في بوماغي يدوب، وإن شاء الله نرجع نتمو الطريقة التحضير. بالنسبة للطبقة الأولى ديال التشيز كيك ديالنا اللي كيما قلت لكم غادي نحتاجو لها البسكوي والزبدة. غنستعملو الكمية ديال الزبدة اللي غادي تجمع لينا هاد البسكوي هذا، تقريبا واحد 50 غرام ديال الزبدة مذوبة. صافي غادي نخلط بهاد البسكوي هذا ونرجعو نكملو الطريقة التحضير. بعد ما كنخلطوا البسكويت ديالنا بهذا الشكل هذا، راه كيجي بهذا الشكل هذا ثم كما كتشوفوا كيجي مخلط. صافي دابا غادي نجيبوا المول فاش غادي نقادوا التشيز كيك ديالنا. يمكن لكم تستعملوا هذا المول هذا او اي مول عندكم، المهم خاص يكون كيتحل. الا ما كانش عندكم اللي كيتحل ممكن تستعملوا بحال هذا المول هذا وحطوهم في الطبسه اللي كيكونوا دايرين بحال هذا الشكل هذا. غادي ندير البسكويت ديالي هاد الشكل هذا، غادي نسرحو وغادي نشكل بيه قاعدة. بعد ما قدينا البسكوي ديالنا في القالب انتما كما كتشوفوا كيجي بهذا الشكل هذا. دابا على بركة الله غادي ندخلو المجمد. غادي نحسب لي تقريبا واحد 5 دقائق 7 دقائق بين ما وجدنا الكريمة ونخرجوه بإذن الله باش نكملو الطريقة التحضير. بعد ما خوتي ذوبنا الشكلاط ديالنا انتما كما كتشوفوا الشكل ديالها كي كيجي، راه كتجي بهذا الشكل هذا. ها انتما هادي شوكولا نواغ وهادي شوكولاط اللي بالحليب. دابا غادي نخلطوهم كما قلت لكم، راه يمكن لكم تستعملوا اي نوع شوكولا عندكم ماشي مشكل. بالنسبه للمقادير ان شاء الله غادي نخليهم لكم مكتوبين في الخانه ديال الوصف. انا غنحرك هاد الشوكولاط مزيان. دابا على بركه الله غادي نبداو نقادو الكريمه ديالنا. بالنسبه للكريمه كما قلت لكم غادي نحتاجو ليها جبلي. بعد ما كبيت داك الجبلي ديالي غادي نزيد الفاني. بالنسبه للفاني على حساب الذوق ما يكتروش. دابا غادي نخدم هاد الجبلي هادي ديالي تنطلقو مزيان. غادي نزيد بعد ما خلط داك الجبلي والفاني غادي نزيد لا كريم فريش كما قلت لكم، كاس ونص كبار. بالنسبه للمقادير ان شاء الله غادي نخليهم لكم في خانه الوصف. بالنسبه للناس اللي بغاو يزيدوا السكر فهم حرين، يمكن لهم يزيدوا السكر. انا عندي الشوكولات يعني الحلو بزاف، يعني راه حلو بزاف، لذلك ما درتش السكر، غادي نحتفظ غير بالحلاوه ديال الشوكولات. دابا غادي نطلع الخليط ديالي ديال لا كريم فريش وان شاء الله نرجعو نتمو الطريقه ديال التحضير.
بعد ما خوتي انتما كيما كتشوفوا طلعنا القشده الطاريه ديالنا، ما طلعناش داك الطلع يعني تمويه غير طلعناها شويه. دابا على بركه الله غادي نزيد ليها داك الشوكولات اللي ذوبنا. بالنسبه للشوكولات راه خصنا ضروري تيدفى، يعني ما يبقاش سخون، خصو ضروري يبقاو تحركوا فيه حتى يدفى عاد ضيفوا على الخليط ديالكم. دابا غادي نزيد الشوكولات. بعد ما زدت الشوكولا ديالي دابا على بركه الله غادي نخلط الخليط ديالي مزيان. بعد ما كيطلع الخليط ديالنا ديال لاكريم اللي بالجبن والشوكولاط ولاكريم فخيش كتجيب هاد الشكل هذا، راه المذاق يعني الحلاوه ديالها هي هذيك، يلاه جات هي هذيك. دابا على بركه الله غادي ندوزو باش نخوي في التشيز كيك ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا الخليط او لا عفوا البسكوي ديالنا راه قاسح، دابا راه جمد، يعني راه جمد نيت، يعني ما بقاش كيتحرك. دابا على بركه الله غادي نزيد الخليط ديالي ديال الكريمه. بالنسبه للناس اللي بغاو يستعملوا الجيلاتين يمكن لهم يستعملوا الجيلاتين، انا اليوم ما استعملت الجيلاتين ودرت الشوكولات، لان الشوكولات اصلا كيجمد لا كريم وكتجي يعني كيجي قابط راسو. بالنسبه للناس اللي بغاو يستعملوا الجيلاتين يمكن لهم يستعملوا الجيلاتين، ما كاين حتى مشكل. دابا على بركه الله غادي نخوي الخليط ديالي. هانتوما كيما كتشوفوا اخوتي واخواتي، بعد ما درنا الخليط ديالنا ديال الكريمه كيجي بهذا الشكل هذا. كنضربوا فيه شويه باش يتقاد. صافي دابا غادي نغطيه ببابي سلفان ولا بلاستيك غذائي، غادي ندخلو المجمد لمده ساعه حتى ساعه ونص يعني تيتماسكو، ان شاء الله نرجعو باش نزينو. بعد ما اخوتي كنخرجوا التشيز كيك ديالنا من الكونجيلاتور راه كيولي بهذا الشكل هذا، انتم راه كيكون متماسك. صافي غادي ندوز الموس من جناب بهذا الشكل، هذا كيبقى الشكل ديال التشيز كيك ديالنا، راه كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي رائع. دابا غادي نزينو، عندي هنايا اللوز والكركاع بهذا الشكل هذا، وعندي هنا الكناش ديال الشوكولاتة اللي سبق لي وحضرتها معاكم، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في الخانة ديال الوصف. غادي نديرو اللوز بهذا الشكل هذا اللي محمر، بعد ما كنديرو داك اللوز هانتوما كيما كتشوفو فالتزيين كيبقى على حسب اختيار ديال اي شخص. يعني عندي هنا القرقاع غادي نديرو بهذا الشكل هذا بشكل عشوائي، نستفوه. عندي هنا الكناش ديال الشوكولاط، هانتوما كيما كتشوفو القرقاع بعد ما استفتو. صافي غادي نديرو زيكزاك بهذا الشكل هذا على التشيز كيك ديالنا، كيعطي واحد الشكل رائع بهذا الشكل هذا. صافي ونقدموه بالصحة والراحة، نتمنى يعجبكم وتجربوه. غادي نقطع معكم طرف باش تشوفوا كي كيجي. غادي نقطع معكم التشيز كيك ديالنا، تشوفوا بالنسبة للتشيز كيك ديالنا اللي كنديروه بالشوكولاتة راه كيتشد يعني بلا جيلاتين، فهذا مناسب للناس اللي ما كيبغوش يديروا الجيلاتين، راه غادي تشد معاهم التشيز كيك ديالهم. غادي نقطعوه بهذا الشكل هذا، نمسحو الموس. فهداك كيجي الشكل ديال التشيز كيك ديالنا بعد ما كنقطعو، راه كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي رائع ان شاء الله، تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. كيجي خفيف في الماكله ديالو، يعني كيجي رائع. وإلى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوش ديروا جميل الفيديو، تشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات، خليوا لي التعليقات ديالكم حول الوصفه ديال اليوم، والى حلقه مقبله بحول الله.